صغار الكلاب. الكلاب الصغيرة دي كلاب بلدي؟ لا، هما الأربعة دول أرمنتي ده إيه يعني، نوعه بلدي؟ أه يعني هما هجين؟ بس واحد الأصفر. الأصفر إيه؟ والله مش دول الكلاب دول بتوعكم؟ يعني الكلب اللي على الاصفر ده ولف، والتانيين لا. بس جميل ده، ارمنتي ده نوع حلو قوي. يعني ده ارمنت. هذه هي صغار الكلاب كما نشاهد. وإن أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة لدعمنا لكي نستمر، وشكراً.